أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا اليوم أجواء حارة، نلاحظ انخفاض نسبي في درجات الحرارة. متوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى اليوم أن تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية. الرياح أيضا لاحظنا هناك هدوء في الرياح، راح يكون مؤقت اليوم مباشر. الرياح الشمالية الغربية متفاوتة سرعة الرياح ما بين 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة. راح تعاود ويانا الرياح النشطة ابتداء من يوم السبت بمشيئة الله، راح تتجاوز سرعة الرياح 50 كيلومتر في الساعة خاصة في المناطق الغربية من دولة الكويت، وأيضا متوقع أن تبدأ تثير بعض الأتربة المثارة خاصة في بعض المناطق الصحراوية. الأجواء الحالية في مدينة الكويت سماء صافية بشكل عام، استمرار في الرياح الشمالية الغربية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 46. نلاحظ أن الرطوبة النسبية متدنية نوعا ما، وذلك بفعل الرياح الشمالية الغربية الجافة. الرؤية الأفقية لا تزال جيدة على مدينة الكويت تتجاوز 10 كيلومتر. تتأثر دولة الكويت والمناطق المحيطة بامتداد منخفض الهندي الموسمي اللي دائما يأثر علينا في مثل هذا الوقت من السنة، راح يستمر ويانا اليوم وباكر خلال الأيام القليلة القادمة. راح نلاحظ تعمق المنخفض يؤدي إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية خاصة في المناطق الغربية ابتداء من مساء يوم الجمعة، يستمر ويانا إلى يوم السبت. راح ينتقل نشاط الرياح إلى المناطق البحرية خاصة ابتداء من أول ساعات المساء. الأجواء متوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة لحارة نسبيا خاصة في المناطق الغربية، متوقع أن تصل درجات الحرارة في منتصف الليلة 28 درجة مئوية في منطقتي شقاية والسالمي. المناطق الساحلية بشكل عام والجزر متفاوتة ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية في بعض الجزر الشرقية. الرياح راح تكون معتدلة خفيفة لو معتدلة، تراوح سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة ابتداء مع بداية دخول ساعات صباح الأولى من نهار يوم الغد. استمرار في الرياح الشمالية الغربية في أول ساعة النهار راح تكون رياح خفيفة لو معتدلة، متوقع تراوح سرعة الرياح ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة متفاوتة ما بين 28 في المناطق الغربية، المناطق الساحلية والجزر بشكل عام متفاوتة ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية ابتداء من منتصف نهار يوم الغد. راح يكون هناك اعتدال إلى نشاط في الرياح في المناطق الشمالية والمناطق الغربية، قد تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلومتر في الساعة تؤدي إلى إثارة بعض الأتربة في بعض المناطق الصحراوية والمناطق الجنوبية الغربية من دولة الكويت. درجات الحرارة العظمى متوقعة في نهار يوم الغد متفاوتة ما بين 47 في غرب البلاد، مدينة الكويت 45، المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين بشكل عام خلال ال 24 ساعة القادمة أجواء معتدلة نوعا ما، ارتفاع الموج متوقع أن يتراوح ما بين 3 إلى 5 أقدام، التيارات المائية في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:23 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 4:57 دقيقة، موعد أذان المغرب الساعة 6:50 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة، أجواء شديدة الحرارة في النهار، استمرار في الرياح الشمالية الغربية قد تكون نشطة في بعض الأيام خاصة في يوم السبت والأحد، تتجاوز سرعة الرياح 50 كيلومتر في الساعة. أما درجات الحرارة متفاوتة ما بين 47 إلى من 46 إلى 47 درجة مئوية. درجات الحرارة في المساء متفاوتة ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية باستثناء المناطق الصحراوية والغربية، راح نلاحظ أن درجات الحرارة تكون في نهاية العشرينات. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، ولا نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.